كغيره من الفئات حرصت السينما على تجسيد شخصية البرلماني، وتناولت العملية الانتخابية منذ اعتزام الترشح حتى الجلوس تحت القبة. ذلك الحلم الذي يراود كثيرين بحثا عن المشاركة في الهيئة التشريعية، أو ربما لدى البعض أيضا بحثا عن مكانة اجتماعية مرموقة. ولكن الحياة البرلمانية التي يزيد عمرها في مصر عن 150 سنة لم تأتي في السينما المصرية إلا في لقطات عابرة أو من خلال بعض المشاهد الكوميدية. رحب معي في الاستوديو بالناقدة السينمائية الأستاذة هبة فهمي. أهلا بك هبة. أهلا بك يا عمر. 154 عام من الحياة النيابية، هل قدمت السينما ما يمثل ما يعكس هذا التاريخ الطويل من الحياة النيابية؟ بصراحة شديدة لا طبعا، لأنك أنت بحجم الإنتاج السينمائي اللي تم بالفعل يعني بالمقارنة بالحياة النيابية في مصر، زي ما قلت طبعا وذكرت في بداية كلامك أنها من منذ 154 عاما، فالمسألة طبعا بتتوقف على بعض الأفلام اللي مرت مرور الكرام على الحياة النيابية، أو قد تكون تعرضت لشخصية يعني بعض النواب بشكل لمجرد بس مغازلة الحياة النيابية في مصر، دون أن يكون هناك رصيد حقيقي للأفلام السينمائية اللي قدرت أنها تعكس هذه المسألة. هل هناك حقب معينة، حقب سينمائية أقصد، كانت فيها الحياة النيابية ممثلة بشكل بارز؟ أنا بعتبر فترة التسعينات كانت البداية الحقيقية لانطلاق بعض الأعمال اللي كادت أنها تقدم جزء ولو حتى يعني مشهد من الحياة النيابية، وطبعا ده كان من خلال مجموعة من الأفلام. ولكن يمكن المثير للانتباه أن معظم هذه الأفلام اتخذت الطابع الكوميدي. يعني في أفلام عندنا تاريخا في السينما زي مثلا يوميات نائب في الأرياف أو في أرض النفاق، مأخوذ عن أعمال أدبية، وبالتالي في تعرض طبعا للحياة النيابية بشكل أو بآخر حتى لو بشكل غير مباشر. لكن الحقيقة حصل مع وجود بعض الأفلام في حقبة التسعينيات وفيما بعد، حصل نوع من الاهتمام بأن يبقى فيه شخصية النواب، ولكن بشكل زي ما قلت أقرب للأشكال للدور يعني أدوار الكوميدية. طبعا ده ظهر بوضوح جدا في أفلام النجم مثلا عادل إمام اللي قدم مجموعة من الأفلام زي بخيت وعديلة، الجردل والكنكة، أو حتى مرجان أحمد مرجان، واللي كان بيتعرض فيه لفكرة الفساد أو فكرة أن إزاي ممكن عضو مجلس النواب ينتهز أو بيستغل منصبه من أجل طبعا يعني خدمة أغراض أخرى. هل الشكل الكوميدي كان الشكل الأسهل لتقديم هذه الشخصيات؟ الأسهل أو ربما الأكثر ذكاء، لأن كان في نوع من التخوف إلى حد كبير، فكرة أنك إزاي تقدر تتعرض للحياة النيابية بتفاصيلها. ولكن مسألة لو أنت بتقارن ده بالسينما العالمية، أنا بعتقد لو عندنا وعندنا من الكتاب وصناع السينما والمخرجين اللي عندهم مساحة من الوعي أن أقدر أرصد الحياة النيابية ولكن بشكل أكثر ذكاء ودهاء يعني. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معي هبة، وهذه وقفة مع أبرز ملامح الحياة البرلمانية في السينما المصرية. أعود من جديد إلى ضيفتي هبة فهمي. هبة، على ذكر عادل إمام، يعني هل كان الأمر من قبيل المصادفة أن له نصيب الأسد في هذه الأفلام؟ عادل إمام من النجوم اللي بيتميز بالذكاء الشديد وعنده حس الحياة ووعي إزاي علاقته بالسلطة وعلاقته بالشعب المصري والشعوب العربية بشكل عام، وبالتالي كان عنده من الذكاء أنه يقدر إزاي يتناول قضية فيها صبغة سياسية ولكنها قريبة من الوجدان والشارع المصري. وبالتالي اختياره لمثل هذه المسألة، ودي أعتقد مسألة ما كانتش يعني كانت محسوبة من قبل صناع السينما والمنتجين، اختيار اسم زي عادل إمام ان هو يتناول بعض الشخصيات اللي كانت بتواجه ربما الفساد في الحياة النيابية لو جاز لي التعبير، او على زي ما قلت لك ان يعني عن استحياء بعض هذه الادوار المرتبطة بالممارسة السياسية في بعض الافلام. هل هبة يعني توجهات وظروف العملية الانتاجية في مصر تمنع التركيز بشكل كبير على الحياة النيابية بحيث انها تخرج في عمل يكون الحياة النيابية هي المحور؟
انا بص يعني بعتقد يا عمرو، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، لو الناس عندها وعي واحنا عندنا من المبدعين سواء حتى الشباب اللي موجود دلوقتي او من اسماء كثيره جدا من كتاب السيناريو واللي عندهم افكار بالفعل وعندهم اعمال بالفعل موجوده، يقدر جدا يتناول حياه نيابيه بذكاء شديد جدا. يعني انا مش مرتبط عندي ان لازم اقدمها في اطار الكوميدي طبعا، من ربما من الصيغ القريبه المحببه للمشاهد، لكن اقدر ان انا اتناول نفس القضيه، اتكلم برضو عن الحياه النيابيه ولكن بشكل فيه نوع من الحس من الوعي لحد قريب. وده هيحصل لان لما بتشوف انت السينما العالميه دلوقتي وهي بتتابع مثلا انتخابات الرئاسيه او بتشوف حتى بعض الحاجات افلام في اوروبا، هتلاقي ان في مساحه وعي كبيره جدا. فاعتقد ده هيحصل خلال الفتره القادمه، ان هيكون في نوع من التعرض للحياه النيابيه لكن بصوره اكثر عمقا. انا بشكرك شكرا جزيلا هبه فهمي، النقد السينمائيه.